حقق فريق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني. الفوز هو الثامن هذا الموسم لفياريال ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، بينما تكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية له بالليغا ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.